السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو فيروس كورونا؟ فيروسات كورونا هم عائلة كبيرة من الفيروسات والتي يمكن أن تسبب المرض في الحيوانات أو البشر. ما هو كوفيد-19؟ كوفيد-19 هو اختصار لكلمة Coronavirus Disease 2019. هو مرض معدي ناجم عن الكورونا فيروس المكتشف حديثا. هذا الفيروس الجديد لم يعرف من قبل إلا بعد انتشاره في ووهان الصين تشرين الثاني 2019. كيف ينتشر الفيروس؟ يسبب كورونا فيروس للإنسان التهابات في الأنف والحنجرة والرئتين. غالبا ما ينتشر من شخص مصاب من خلال قطرات صغيرة تخرج من الفم عند السعال والعطس، أو من التجمعات مع الأصدقاء لمدة طويلة، أو لمس الأشياء التي تحتوي على الفيروس، ومن ثم لمس الفم والأنف والعينين قبل غسل اليدين. كل هذا يؤدي إلى انتشار الفيروس. أعراض فيروس كورونا: الأشخاص المصابين بكوفيد-19 قد يكون لديهم أعراض طفيفة، والبعض الآخر لا يوجد لديهم أي من الأعراض. كثيرا من الأحيان لا يمكن أن تعرف أن لديك أعراض كوفيد-19 بسبب تشابه المرض بنزلة البرد أو الزكام أو الإنفلونزا. أعراض فيروس كورونا يمكن أن تستغرق 14 يوم لتظهر عند المريض، ويتم التحقيق حاليا إذا الفيروس يمكن أن ينتقل إلى شخص آخر من مصاب ليس لديه عوارض الإصابة بالفيروس. بعض الخبراء يعتقدوا أنه من الممكن أن ينتقل، ولكن نادرا جدا. الأعراض شملت الحمى والسعال وصعوبة التنفس والالتهاب الرئوي، وفي حالات شديدة العدوى ممكن أن يؤدي إلى الوفاة. العلاج: في الوقت الحالي لا يوجد لقاح للكوفيد-19 أو أي منتج طبيعي مخول للعلاج. معظم الأشخاص المصابين بكورونا فيروس الخفيف أو المعتدل يتعافون بمفردهم، وينصح مقدم الرعاية الصحية بخطوات يمكن أن تخفف من عوارض فيروس كورونا. استشر مقدم الخدمات الطبية في منطقتك في أسرع وقت ممكن إذا كنت قلق عن صحتك أو إذا سافرت إلى منطقة منتشر فيها فيروس كورونا. كلما استشرت أسرع كلما كانت فرصتك أفضل للشفاء. منع الفيروس: غسل اليدين دائما بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل على 20 ثانية. استخدم مطهر كحولي إذا الماء والصابون غير متاح. استخدم المنديل أو الجزء العلوي من أكمامك إذا لم تجد منديلا عند السعال أو العطس. تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة. تجنب المخالطة مع الأشخاص الذين سافروا إلى مناطق فيها فيروس كورونا، أو الذين تظهر أعراض الزكام أو الأعراض تشبه الإنفلونزا. دائما عقم ونظف السطوح التي تلمس دائما في المنزل، مثل الألعاب والمراحيض والهواتف. ابقى في المنزل إذا كنت مريضا. البس قناع الوجه إذا كنت مريضا. والله يحميكم ويحمينا يا رب من هذه الأمراض. وشكرا كثير لكم. Thank you. Please like, share and subscribe.
my channel.